لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يحتاج إن شاء الله. إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون وفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك سيدي، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من رجا والتجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم. سيدي فنفوز فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلاء. إذا جست في وادي قبى قل بعزمة هاشمه الضوف القعود حرامه. لقد حل فيكم حادث أي حادث وأهوت إلى الدين الحنيف. قضى الصبط ضمان الفؤاد وشلوه ببيض المواضي والرماح طعامه وأعظم خطب صير الكون شجوه وأعظم خطب صير الكون شجوه ودك الرواسي فهي من رمام هجوم العدا يا بغيا على حجب أحمد. هجوم العدا بغيا على حجب أحمد ولم ترع فيها للنبي زمام. ففرت من الخيمات حسر مروعة لها الستر صون والعفاف لثام. فنادت وقد عض المصاب فؤادها وشب لها تحت الضلوع ظلام. أيا حادي لضعان قفل هنا يتين فذا إخوتي فوق الصعيد نيام وغسل أجسادا لهم بمدامعي وأكفكفها بالراح فهي
سجام فرق لها قلب العدو كآبة. أنا هيك رزون رقت فيه لآم فمروا بها والهاشميون كلهم ضحايا على شط الفرات. نيامود قل حبيبي حسين في أمان الله عز علي مسرانا وجسمك مدوه لكن تقل أنا ما أشوف أنا يا حسين غير جبال ما شوف انا يا حسين غير جبايل لهموت تراها دفق مالي يا اخوي مثل الغيوم من حنة الاطفال صرنا بحايل مشويم احنا حرايم تدرون ما نرهم بلك فين ويلي ويلي وحرق الخيم يا حسين ما خليت ايه ما خلى لنا حال أحرمكم طيه عقلها فقيد للرجال والله وما ظل جلد لركوب لجمال أنا ما غمضت عيني ولا ساعة من الليل ويردون يردون يردون نسافر يا بعد أهلي يا بعد أهلي وخليك ويا ليت من قبل السفر نقعد نواليك هذا الفراق وين يا ابن أمي ألاقيك لا تقول خلتني العزيزة بغير تقصير وسين لا تقول لا تقول لا تقول عن سافروا سافروا ما ودعوني ومشوا خواتي وللقبر ما وصلوني يا ريتهم يا ريتهم وياك بالبار يتركوني لا روح أسرام يسر فوق المهازين وما ربك مغافل أما يعمل الظالمون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كذب الموت فالحسين مخلد كل ما أخلق الزمان كل ما جاء جيل تجدد. هذا هو الأجر وهذا هو الثواب وهذا ما أعطيه من رب حيث العطاء الذي كان من الحسين ما لم يستطعه نبي ولا وصي نبي ما عدا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. دعاء الرسول محمد صلى الله عليه وآله في حق أبو عبد الله
دخل الحسين وهو طفل صغير، وكان جده رسول الله على المنبر، فجاء مسرعا إلى جده. الحديث يقول نزل الرسول من المنبر وأخذه إليه، ثم أصعد به إلى المنبر، ثم رفعه إلى صدره وقبل ما بين عينيه، ثم أشهد الناس على فعاله. قال هذا مني وأنا منه، سبط من الأسباط، لعن الله قاتليه ظالميه غاصبيه، إلى آخر ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله. ثم رفعه إليه وقال اللهم إني أحبه وأحب من يحب الحسين. فلا مرية ولا شك في كل أي ما كائن كان، بعيد أم قريب، محب للحسين فهو حبيب للرسول محمد، واللي يحب محمد يحب الله. قبل النزول به من المنبر قال إن ابني هذا يقتل، قبل أن يسأل محمد بقوله يظلم ويقتل وإلى آخره، ويتنقم من عدوه. قال الرسول صلى الله عليه وآله إن ابني هذا يقتل، فبارك لي يا إلهي في موته. شلون الرسول محمد صلى الله عليه وآله بارك لي، تكون البركة لرسول الله في أي شيء؟ في موت الحسين سلام الله عليه. اللهم بارك لي في موته وبارك له في شهادته. فلذلك كان الحسين أبو الشهداء. لا يسبقه من الأوائل أحد، ولا يلحقه من الأواخر أحد، هو وأصحابه. 72 نفر قلة بالنسبة للطرف المقابل، هم قلة قليلين العدد والعدة والعتاد، وحتى المراكب غير موجودة. والعراق في حاجة إلى كثير، العركة تحتاج إلى كثير، إلى وسائل، إلى معدات، إلى سهام، إلى نبال، إلى آخره. بينما الحسين وأصحابه إذا انطلق السهم من صاحب من أصحابه أو هو من الحسين، ما هناك تعويض. بينما بني أمية يرشقون الحسين بالسهام كأنها الغمام المهطل، لأن في بديل وسلاح موجود وفي رجال. بينما الحسين إذا قتل ناصر من أنصاره ما هناك بديل. فالله تعالى بارك للحسين بهذه الشهادة مع قلتها، ولكن أصبحت وأمست تساير الأزمان مهما عصت. يقول الإمام علي وقد مر على التربة المنسوبة للحسين سلام الله عليه وهي كربلاء. وكربلاء حديثة كثير وكثير، حتى رسول الله ذكرها وقبل أن يكون هذا الأمر وغيره.
الإمام علي مر على التربة آنذاك وشمها وقال: مبارك لها. طوبى يعني بمعنى هنيئا، طوبى لك من تربة، عليك تراق دماء الأحبة، شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من كان بعدهم. أخذها من أولاد آدم إلى يوم صاحب العصر والزمان، لا ذول ولا ذول، هم في الدروة العالية. ليش كانت شهادة الحسين في هذا المستوى وتتفوق حتى على شهداء الأنبياء بما فيها جده رسول الله؟ عند الشهداء محمودين الفعال وفي رقية عالية، ورسول الله يتحمد عليهم ويثني عليهم، كل هذا وما يوصلون إلى هذه الشهادة المذكورة وهي شهادة الحسين. الحسين سلام الله عليه أعطى عهد وميثاق، وهو على الميثاق الموجود بينه وبين ربه، أن يكون كبش فداء لهذا الدين ولكلمة لا إله، لأنها في كل آن في كل عصر في كل ساعة تصيبها هزة، فلولا هذا الدم الزكي لما كان الدين مستقر كما هو. فأعطى الحسين ضمان، وبما أنه أعطى ضمان الجبار جل وعلا أثابه بثواب ما أثيب به بشر. يقول له جده رسول الله، يقول لبني لك درجات، مشكلة مو مشكلة الجنة، الجنة كما هي أمك في الجنة فأنت أيضا في الجنة، وأبوك في الجنة، وأخوك وجدك في الجنة، وكل المؤمنين في الجنة، لكن درجات لا تعطاها إلا أن تشتريها، لك درجات بني لن تنالها إلا بالشهادة. فالجنة مضمونة لكن الدرجات ما ينطى عليها ضمان إلا أن تشتريها، خليها بينك وبين ربك بيع وشراء. فهذه الدرجات التي عناها رسول الله لا ينالها الحسين إلا بهذا الدم الزكي، هي الشفاعة لهذه الأمة بطولها وعرضها لأن ارتضاها رسول الله، ما إذا ما يرتضيها لا شفاعة له. والنبي يقول تمر علي رايات ورايات، وفي الأخير يقول تمر علي راية سوداء أسألهم عن كتاب الله وأسألهم عن عترة أهل بيتي، فهم يجاوبون بكل ما لهم من صراحة. يقول الكتاب مزقناه أيما ممزق، وإما العترة فأبدناها تحت كل حجر ومذر. زين فوق هذا وهم يطلبون شفاعة رسول الله، بناته حفائده أطفاله أولاده تقتل وطلبون شفاعة رسول الله. شايف عمر بن سعد، عمر بن سعد عندما نظر بعينيه رأس الحسين يعلق على دروة الرمح فصلهم صاروا يعلقونه قرب مخيم عمر بن سعد يكبر ويهلل، اللي هو عمر بن سعد، الله أكبر. ذي الرأس من هذا؟ أليس هو رأس من جاء بهذه البذرة فأبذرها بين الناس؟ وإلا في الناس عباد وثن عباد صنم.
فإذا برأس الحسين في عندما على ذروة الرمح ولاح بنوره، عمر بن سعد يكبر ويكبر الجيش كله لتكبيرة عمر بن سعد، الله أكبر، يعني فصلنا رأس ابن بنت رسول الله، يعني انتهى كل شيء. الحسين سلام الله عليه كان ذاكرا للعهد وواثق على ميثاقه بينه وبين ربه، أشتري ذنوب هذه الأمة إلى آخره، بالمال، بالعيال، بالأطفال، بكل ما لدي، وهي كله قدمه الحسين سلام الله عليه. عندما نزل إلى الميدان في الحملة الأولى حدقت به ملائكة السماء وحاطته عناية الله تبارك وتعالى، وكأن الدين يخاطب الحسين بهذا الخطاب: كفى يا ابن بنت رسول الله منك دم، تكفيني هذه الأسرة التي تقدمت قبل قتلك من رجال، من كبار، من شباب، من كهول، وفوق هذا حتى الرضعان، أرى في ذلك شفاء إلي. إلا أن الحسين علم أن الدين مع هذا الكم الهائل من الدم قد لا يشفى به، أو يشفى إلى مدة معينة. حسين مطلب أن يبقى الدين إلى يوم القيامة، ما بقيت السماوات والأرض. فينزل في الحملة الأولى سهام ترمى عليه، سيوف عن يمينه وعن شماله تحتوشه خناجر رماح، تطبق عليه الصفوف يمينا شمالا، يكونوه شعرة بيضاء في كبش أسود، ويرجع إلى حرمه وأطفاله، وحقك ولا جرح يصاب به الحسين سلام الله عليه. أبى الحديد أن يكون أثيم بدم الحسين سلام الله عليه. سهام إذا ترمى على الحسين تطلع كلها عفوائية، سيوف إذا أهوى بها صاحبها على الحسين يطلع عفوائي، لأن تدخلت عناية الله تبارك وتعالى وأحوطت بملائكة غلظ شداد. رجع لحرمه وأطفاله ولا جرح، مع العركة التي لا مثالها عركة، والقتال الذي لا يمثل به قتال، واحد بروحه وتطبق عليه ألوف كأني بك يا ابن أم، وقد زحفت عليك 30,000، قول الحسن بن علي سلام الله عليه. لا يوم، يقول لا يوم كيومك، لا يوم كيومك. عندما رآه يصيح على فراقه وهو على مشارف الموت، التفت إليه قل له: لا يوم كيومك، أنا على فراشي، حرمي وأطفالي عن يميني وعن شمالي، وأنت ماخذ براسي، لا يوم كيومك يا أبو عبد الله، كأني بك وقد زحفت عليك 30,000. هاي لو بالحجارة يبيدونه أم لا؟ ده هذول سيوف ورماح وسهام ونبال، أربع فرق وقيل خمس فرق، وكلها لقتل الحسين سلام الله عليه. الحسين نظر فإذا بعناية الله تدخلت وطالب شهادة، أبعد قتل هذه الكتلة المباركة من أهل بيته البررة ومن أصحابه الغر، أو يحفى الحسين من الموت؟ وهو القائل: ألا وإني لا أرى الموت
إلا سعادة. وشنو الموت يعني؟ يندفن ويندفن ذكرى؟ لا والله، سيبقى ما بقيت السماوات والأرض. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برم. الموت أفضل. إذا المؤمن يعيش ويا أوادم، مؤمن أبناء جنسه، ما هم مؤمنين، فسق كفر، فموته واستتاره أفضل. فالحسين ما كان يطلب عفو أو يعفى من الموت، فنظر فإذا هي عناية الله، ولا ما يمكن أنزل في معركة لا أصاب فيها بجرح، وهو كله علم، كل جرح للحسين آية ومعجزة، ويتخلى منها ما يمكن. إذن فالشاعر صدق فيما قال في حق أبو عبد الله، شو يقول؟ يقول إن كان دين محمد، أنا ما جاي أقاتل للدنيا أو لفقر أصابني، أنا أغنى من هذول وأكثر منهم مال، ولو أردت الأرض أن تنبع إلي بدل الماء ذهب لكان ذلك متيسر عند أيما مؤمن محب لله، والله محب له. فكيف وهو ابن فاطمة الزهراء الذي أوكل جبرائيل يهز مهده وهو صغير طفل؟ يقول كل شيء أنا متكسر، أنا مو جاء قاسم من حيث أنا فقير، وإنما جينا لأمر معروف أو نهي عن منكر، والضرورات هي التي أنزلتنا لقتل وقتال وقطع رؤوس وقطع أيادي وأكف. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، يعني معنى لا تمتنع السيوف ولا السهام ولا النبال، خل تصيب. ومنذ قالها الحسين نزل في الحملة الثانية فإذا به من قرنه إلى قدمه كله جرح واحد، كل السهام أصابته، إلا أنه ما أقضت على حياته، وعاد إلى أخته بعد أن ضرب برمح في خاصرته. هاي الرماح الذي هي في الحملة الأولى استعفت من دم الحسين وبرئت، في المرة الثانية أذن لها فأصابت، ورجع إلى المخيم تقول زينب فراعن ابن أمي عاد إلي والحصان وسرج الحصان يقطر دما. قلت من حصانه؟ لا والله مو من حصانه، حصانه ما أصابه شيء. فنظرت إليه فإذا الحسين من قرنه حتى قدمه كله جرح واحد، فنزل من على الحصان وهو يخفق قلبه روحي فداه، لأنه عطشان ولأنه تعبان ولأنه يمر على رجاله وعلى أولاده وعلى إخوانه وينظرهم هذا على يمينه ذاك على شماله، فيبكي. فكيف لا يكون تعب إلا أنه منهار عصبيا، عصبيا لا، تعبان نعم لكن عصبيا فلا. كان قوي العزيمة، منهار وما تردد عن عدوه، وما خلى العدو يشعر بأن الحسين تعبان، لكن عند نسوان نظروه تعبان. احتضنت زينب روح فداها الذي هي متأهبة أن يلقى عليها الثقل بعد قتل الحسين من كل ما وعدت به، كل ما وعدت بها زينب عليه السلام من مصائب ستصاب بها. احتضنته إلى صدرها، أسمت عليه يعني سمت عليه، أخذت بخاطره، وضعت يدها على صدره،
قال لها أخي هل من خرقة أشد بها جرحي؟ قالت له موجود. فدخلت إلى الخيمة وجابت خرقة خضراء، قالت له أي الجروح يا ابن فاطمة أشدها؟ الجرح الذي في رأسك؟ قال لا. الذي في جبينك؟ لا. في نحرك؟ لا. في صدرك؟ قامت تتعدد إليه الجروح، تقول له جروحك كثيرة، أي جرح هذا تعنيه؟ فجر الدرع من تحت خاصرته ورفع الثوب فقال أخي هذا الجرح يؤذيني، فإذا طعنه ثبتت في خاصرته. كادت زينب أن تموت. قالت هذا الجرح لا يشفى. ثم أرادت زينب عليها السلام أن ترفع صوتها بالبكاء فاحتضنها الحسين. قال أخي لا يذهبن بحلمك الشيطان، لا يذهبن بحلمك الشيطان، واعلمي أخي أهل الأرض وأنا منهم يموتون، وأهل السماء ملائكة الله لا يبقون، وكل شيء هالك إلا وجهي. مجدي خير مني، وأبوي خير مني، وأمي خير مني، وأخو قام يعدد أسلافه، وأنا على هالأثر، وأحمد الله تعالى أن كانت عاقبة أمري شهادة. أخي في أمان الله، أوصيك أوصيك بأهل بيتي خيرا. درعانك على الكبيرة والصغيرة، اجمع الشمل اليتامى. هو ما أنا موجود موجود، لكن بعد أن أفارقهم ويفارقوني، اللي فرق بيني وبينهم كأس الحمام. اجمعي الشمل اليتامى بعد فقدي، وانضمي انضمي يعني لمي شعوذ، لميهم خذيهم لبعضهم بعضا لا يتفرقون. اجمع الشمل اليتامى بعد فقدي وانضمي، وبعد قال لها واشبعي من جاع منهم، ثم روي من ضمي، واعلمي اني في حفظهم احبهم، واعلمي اني في حفظهم طول، يا ريتهم يجرون في دمي دمي، ليتني بينهما كالانف، بين هذه وهذه، بين هالعين وهالعين، منيت هالشكل وياهم. ايش قالت زينب الى اخوها؟ قالت لكن على ثق يا ابن ام، بما اتاني الله من قوه كل هذا يصير. ثم ودعته وودعها وودع النساء، وطلعت لك العلويات بدون شعور يصرخن وحسينا. فعندما علم وسمع الحسين صيحتهم وهو من وراء الخيمة، دخلوا ياهم في الخيمة، قال لهم لا حد يطلع، سهام غدو ورواح ترمى على الحسين. ودخل مع زينب ودعها وودعته، وعلى زين العابدين ودعه وودعه. ثم قال لها أخي بيني وبينك إذا انكسر عمود الخيمة. شي كسرة؟ كسرة، لأن الذي رايح يفترش الأرض وصي لمحمد، والدماء الذي رايح تنضح هي دماء الرسول، مو أنا حسين مني وأنا من حسين. ولذلك الحسين كل دمه كل دم غطى به كربلاء، للحصان يجول في المعركة، يجول به حصانه، تار على الميمنة تار على الميسرة وإلى آخره، إلى أن غمر كربلاء كلها، الدماء تقطر من الحسين على السر إلى أرض كربلاء، ما عدا دم قليل. هذا الحسين ما رضى، لأن الله ما يرضى
نعم لو قطرت منه قطرة لأسيخ الأرض ومن عليها، ينتهي كل شيء. وهو دم قلبه روح فداه. يقول حميد، يقول حميد عيناي هاتين رأيت الحسين ياخذ الدم من قفاه ومن أمامه، لأن يقول ضربوه على قلبه، وهذا السهم قسم القلب إلى قسمين ثلثين، ما رضى يطلع، ما رضى يطلع السهم إلا بثلثين، تعطيني ثلثين ولا ما أطلع. وأخذ ثلثين من قلب الحسين، والحسين يملي شفة ويرمي به إلى السماء ثلاثة، وفي الرابع يرفع العمامة من على رأسه ويخلي غط به رأسه، قال له لقد أفجعتنا يا ابن فاطمة، لما تفعل ذلك؟ قال حتى ألقى الله ورسوله وأنا مختضب بدم قلبي. ما قال بدم جسدي، جسده كله دم، قال بدم قلبي، لأن هاي هو الدم الثمين الذي عناه رسول الله، لو قطرت منه قطرة لخسف الله بالأرض وأهلها. أعز الدم هذا الحسين رمى به إلى السماء، لكن آخر كف لما رماه وإذا بأعمدة الخيمة كلها تتقرطع، ومسكة زينب العمد الذي أشار إليه، وإذا هي تصيح آه وحسينا. قيل لها ما الذي حدث يا ابنة علي؟ قالت حبيبي حسين أظن أنه نزل من على ظهر جواد، استسلم للموت. إي والله ساعة وإذا بالحصان جاي يرجف ويسحب عنانه ويرفس برجليه الأرض ويحمحم، يقول زين العابدين لما نصير، وقال هو يصيح الظليمة الظليمة، ما حد يقعد وياكم، الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، وهو الدليل الذي ذل زينب على جسد الحسين، هو في أمامهم وهي من خلفه تمشي والصكيدها على صدرها وتصيح ضيعتني يا حسين، وعلى التل تصيح به يا حسين، وترجع وتقول يا حسين، واللهجة صارت كلها يا حسين، وتالي الثقل يصير على راس زينب. وفي مثل هذا اليوم هم زينب تصيح على قبر الحسين يا حسين، متى؟ عند فجرها، عند فجر هذا اليوم. يقول جابر فما راعني وإذا بالأعمش يجرني من ثوبي، يقول يا سيدي قم، لقد رأيت ركبا عظيما قد أتى وهو على مقربه من كربلاء، لعلها من طلايع، لعل يخيفنا، لعل يأخذنا إلى آخره. تدري جابر ايش قال إلى الأعمش؟ قال لي يا أعمش روح وتنطر وشوف إذا كان هذا سيدي ومولاي فأنت حر لوجه الله. شو عم القلوب يسمونها، يقولون شواهد، المؤمن يحس بالمؤمن حتى بأذاه ولو كان بسيط. فكيف وإذا هي زينب عليها السلام جاية وياها ابن أخوها والنسوان، وصرخوا من حين ما وطأ ركبهم أرض كربلاء، وقال زين العابدين لها عم ترى هاي أوائلها، هذه أوائل أشبارها كربلاء، قالت انزلني يا ابن أخي من على ظهر الناقة، ووقف الظعن ونزلت، ونزلت النسوان وصارت صيحة كالقيامة قامت على أهلها وحسينا. وجاءت بقيادة حاديها له النعمان وزين العابدين أمامه، وهي كقوس راكع، قل له يا نور عيني أذلني على قبر أبوك قبل قبور الشهداء، ودي أول إلى قبر خليصي وأبدي إليه بما في نفسي والذي لاقيته، بعلمه بالذي صار. وإجا زين العابدين وزينب ماسكة بيدها على زين العابدين، وزين العابدين ماسك بيده على عمته، إلى أن صاروا على مقربة من القبر، سمعت هم همه، يعني هم يعني كلام،
يعني أخذ عطا سألت زين العابدين من قال هذول بني أسد هي تسايلهم تقول لهم يا نازلين ومن متى أنتون هني يا نازلين بكربلاء هل عندكم عندكم علم ولا لا هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميتين في أرضكم بقي ثلاثا لا يزار مقامها وصلت إلى قبر الحسين وقالها زين العابدين قالها عم هذا قبر أبوي وقفت زينب روح فداها تارة تنظر عن يمين وتارة تنظر عن شمال وهي تنادي حبيبي حبيبي يا حسين ابن أمي أخبرك واحد حرق خامه واحد حرق خامه واحد قطع طناب واحد رفص طفله طاحت طاحت وانكسرنا واحد شتم زينب واحد صرع له شياب وهذا مبيتي في أراضي الغاضرين بعد خيو الحسين يصغي إلها قول بالذي صاير هذا قالت قل لو حياتك تقل لو حياتك قل لو حياتك سلبوا مني قناعي وعمية عيوني يا خليصي من النواعي وكم طفل كم طفله ووسدهم إذراعي وهذا الذي شفته براضي الغاضري تقل لو ليلة 11 يا خليصي ليلة 11 يا خليصي مغمضت عين هادي تزق الصدر هادي تصفي جدين هادي تناديني وصلوني إلى حسين وهذا الذي شفناه براض الغاضرين آه جاني زجر جاني زجر اقل لي يا زينب لا تصيحين طحت بذينه يا المصونة يا المصونة وابتلتين وكل الذي شفتين وبعدك ما تشوفين تشوفين ذله ما جرت فيها البريد يا حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشاربها نحن بعدك يا غريب الدار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتحبب إليك ونتقرب إليك بأحب الخلق إليك وأدناهم لديك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين أمن علينا إلهي بقبول دعانا ربي فرج لنا ولأمة نبينا محمد اللهم أمنا في أوطاننا أكفنا ربي شر أعدائنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا فضلنا وجماعتي الحاضرين كل في أهله المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع الشريف بحبيبك محمد صلى الله عليه وآله لأرواح المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.